اليوم كنقدموا واحد الشركه ناشئه اللي كانت نشات في جامعه محمد السادس متعدده التخصصات، وهي شركه ناشئه اللي كتخصص في حلول رقميه لمتخصصه يعني الميدان التعليمي سكون ابل لي دو تيك. فهاد الشركه يعني وضعت واحد المنتوج اللي كنسميوه الفيجيتال او يعني الدبلوم الرقم مادي. فهاد الدبلوم فيجيتال كيحل مشاكل كثيره بالنسبه للطلبه. اول حاجه ان تسمح لهم بانهم يعني فاش يمشيو لشي جامعه ولا بالنسبه للطلبه اللي كيكونوا تخرجوا باغيين يخدموا، يعني ان هذاك المشغل ولا الشركه اللي غيمشيو ليها كيمكن لها تاكد من الصحه ديال المعلومات ديال الدبلوم ديالهم في يعني في تقريبا في نقر ديال التليفون، يعني في اقل من دقيقه. بينما في الماضي كان تيخص مثلا تيخصهم يتصلوا بالسلطات المتخصصه باش يمشيو وزاره الخارجيه يدوزوا لوزاره التعليم ولا وزاره التعليم العالي باش عاد يردوا لهم، وهذه شي حاجه اللي كانت تاخذ حتى الاسابيع. فالشيء الاخر اللي مهم هو ان تتمكننا هذه الحلول هذه كتمكن الطلبه باش انهم يوريو للناس والمشغلين سميتو شنو هما يعني لي كومبيتونس اللي خداوهم في هذا الدبلوم هذا. لان حنا منين كندير ان دبلوم ديجيتال بحال اللي كنشوفوا هنايا، يعني عندي الامكانيه بانني نوضع شنو هما لي كومبيتونس اللي جاوا مع لو دبلوم. الحاجه الاخرى اللي مهمه هي ان يعني كاين هاد الدبلومات الرقم ماديه فيها واحد نسب واحد التقنيات اللي كتسمح لنا باش نتاكدوا من الصحه ديال هاد المعلومات والصحه ديال الدبلوم بان الدبلوم لي اوريجينال. السنه الماضيه حنا كنا سعيدين بزاف بان وزاره التربيه التعليم والرياضه يعني دارت الثقه في شركه ناشئه مغربيه اللي ابتكرت واحد التقنيه مبتكره في المغرب في جامعه محمد السادس، وسمحت لنا بان يعني نوظفوا هذه التقنيه هذه في دبلومات البكالوريا. فمن منذ السنه اللي فاتت 2023 دبلومات شهاده البكالوريا المغربيه كلهم كيستعملوا تقنيه لا سوسيتي سينس ثينجز والتقنيه تي 3. والحمد لله هذه السنه هاد يعني هاد اليوز كيس ولا هاد الاستعمال ديال التكنولوجيا ديال تي 3 في شهاده البكالوريا المغربيه سمحت لنا بان نجيبوا تتويج في شيلي من واحد منظمه اون اورغانيزاسيون اونيزيان يعني اللي كي ريكوني بان المغرب هو اول دوله في العالم كتستعمل شهاده البكالوريا فيجيتال.